not only to believe in Him, but to suffer for His sake. وَلِنْ أَبَوْتُكُمْ يَتَمَنِيًا إِنْ كُنَّا نَتَهَلَّا مَعَهُمْ لِكَيْ نَتَمَثَّلْ أَيْضًا مَعَهُمْ. He also told us in Romans 8, if we indeed suffer with Him, we will be glorified together with Him. فبكل هذه الأسباب بلدخل من الباب الطريق. آخر سؤال, the last question, كيف أستمر في الطريق؟ How do I walk in this difficult way that leads to life? بمقاومة التداول, by resisting temptations, إحنا ممكن نتخيل الطريق الفرد ده طريق صعب ده, إن الطريق طالع إلى أعلى جبل, وفوق الجبل ده أورشليم السنتين, والطريق صعب وواعر مليان حفر ومطبات وأشواك, وإحنا بنداهي وبنطلع عليه, لكن كل شوية الشيطان حط لنا exit signs, exit من ورا كتير, عارفين؟ When you are driving in the highway outside the city, it's dark. Once you get to an exit, it's well lit so you don't miss it. That's the Shaitan, who will show you a well lit exit. You should exit in a scenic overlook. I think I'm going to my mom in Gabriel to read that. You should exit in a scenic overlook. I should not have exit. You should come out in the Jamila, the Gwadi, the Ashdar, the Guru. Tip off the exit then. شوف الشيطان بيوري لك كل مبادئ العالم ويقول لك دي كلها اعطيها لك ان قررت وسكت فتقول له ايه؟ اذهب يا شيطان لانه مطلوب للرب الهك تثبت واياه وحده تعب وتداهي وتستمر في الطريق شويه شوف الشيطان حاطط لك الفكس الثاني من اول كده شوف ايه الفكس ده؟ حاطط لك صور من خطايا محبوبه انت تبكى عنها عايز تخلي قلبك يطوب إليه. سيد المسيح علينا إيه؟ اذكروا امرأة لوط. Remember Lot's wife when he told us. ففي لما ماتت لوط وامرأته وابنه وخدوا بيتهم والمدير ليهم فارس سدوم معروف وعمورة قبل النار الكبير ما كانوا هيدمروه. وقال لهم إيه؟ لا تنظروا إلى الوراء. عملت إيه امرأة لوط؟ لأن نفسها كانت تطوب إلى حياة الخطية في سدوم وعمورة نظرت إلى الوراء وهلكت.